حياكم الله مشاهدينا اينما كنتم، اهلا بكم الى حلقه جديده من جرائد نستهلها بابرز العناوين. في استاد الدوحه الوكرا يضع قدمه الاولى بدور نجوم كيو ام بي. في الرايه القطريه جوائز للجماهير في كلاسيكو الساد والريان. في الوطن القطريه الغرافه الى اين؟ في الراية الكويتية القادسية كاظمة مواجهة تحديد المصير. في الرؤية العمانية الهولندية أروين كومان مدربا للأحمر لموسمين. في المدى العراقية درجال هدفنا إلغاء نتائج انتخابات الكرة وتأسيس قاعدة متينة للعب. في المنتخب المغربية لقب الدوري من الوداد يقترب. في كوريريا ديلو سبورت الإيطالية أليغري واثق من العودة في النتيجة. منذ ديبورتيفو الإسبانية رونالدو بالإشارة حققت 5 ألقاب وأتلتيكو 0. في ذا سان البريطانية ماني يتلقى خبر السطو على منزله بعد مباراة بايرن ميونخ. كانت هذه أبرز العناوين التفاصيل ومزيد مما جاء في صحافة اليوم تتابعونه بعد قليل، لا تذهبوا بعيدا. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. اذا نستهل جوله اليوم كالعاده من الصحف الصادره في قطر، ومن استاد الدوحه نتابع التقرير التالي عن قلعه الفرسان. غياب الاستقرار الفني يضرب الفريق بقوة الخور الى اين؟ 4 مدربين في 9 مواسم سابقا ومثلهم في موسمين حاليا. ننتقل إلى صفحة جديدة وخبر جديد في استاد الدوحة أيضا. الوكرا يضع قدمه الأولى بدور نجوم كيو أم بي، الموج الأزرق يعبد طريق عودته ومسمير يحرم المرخية من الوصافة. إلى صحيفة الراية القطرية وأبرز ما جاء في ملحقها الرياضي اليوم. كيو إس إل اطمأنت على الترتيبات الخاصة بالقمة في الاجتماع التنسيقي جوائز للجماهير في كلاسيكو الساد والريان. تحديد بوابات جماهير كل فريق وفتح منطقة الفعاليات مبكرة. الراية في تقرير آخر تحدثت عن التأهل المستحق للريان إلى دوري أبطال آسيا من خلال التقرير التالي. رغم معاندة الحظ له طوال 89 دقيقة أمام سايبا الإيراني، الريان يؤكد جدارته بالتأهل إلى دوري الأبطال. الرهيب مطالب بتخطي عقدة الدور الأول وتشريف الكرة القطرية. صفحة جديدة، تقرير جديد، ودائما مع الراية الرياضية. أغلى الكؤوس، الفرصة الأخيرة للفريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد الوداع الحزين للأسيوية. موسم الفهود في طريق مسدود، السيناريو الدراماتيكي الغريب حرمهم من اللحاق بقطار الأبطال. المؤشرات الإيجابية في البداية انقلبت سلبية في محطة مصيرية. الراية أضافت الفريق مهلهل رغم الاستقرار الفني واختفاء غريب للاعبين الشباب. وفي عنوان أخير نطالع ماذا كتبت. كتبت هنا كما هو موضح الشوط الثاني في مباراة ذبهان، لخص الوضعية الغريبة للاعبين. وقفة أخيرة مع الملحق الرياضي لصحيفة الراية. بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومنظمة سليم سكر، الجيل المبهر يفتتح ثاني ملعب في الهند.
جولتنا على الصحف السادرة في دوحة الخير تستمر هذه المرة. أبرز ما نشرته صحيفة الوطن اليوم. نتائج غريبة، غوركوف يخسر في شوط المدربين محترفون غير مقنعين، الغرافة إلى أين؟ إلى يسار الصفحة على ذمة صحيفة مالاي ميل، استعداداً لكوبا أمريكا، الأدعم يلاقي البرازيل في يونيو. تنطلق اليوم مباريات الأسبوع 17 من دوري النجوم، وصحيفة الوطن تحدثت عن مباريات اليوم في الصفحة التالية. في افتتاح مباريات الجولة 17 من الدوري المربع يشعل مواجهة السيليا والأهلي، وفي اللقاء الآخر العربي والشيحانية موقعة غامضة وجرد حساب بين هايمر وماروسيا. في الملحق الرياضي لصحيفة الوطن تقرؤوننا فيها اليوم تفاصيل الحوار التالي. طارق سلمان لاعب الزعيم يؤكد هدفنا التتويج بالدوري، جاهز لإيقاف فاريفاس، وريان دعم صفوفه بصفقات قوية. عشت أجواء الكلاسيكو في القسم الأول والعمل الجماعي سلاحنا، وأضاف اللاعب نسعى للفوز في جميع المباريات المتبقية. نبقى في أجواء كلاسيكو الرهيب والزعيم، ومن صفحة جديدة في الوطن نتابع مواكبة الصحيفة لتدريبات الريان. التركية بولنت منح اللاعبين راحة سلبية تجنبا للإرهاق الرهيب. يفتح ملف الكلاسيكو ميران ليومين في أم الأفاعي مع التركيز على الجوانب التكتيكية. ارتفاع المعنويات بعد تجاوز عقبة السيف الإيراني في الآسيوية. وقفة أخيرة مع ملحق الوطن الرياضي نتابع فيها الخبر التالي. اتحاد الكرة يحتفي بالداعمين للمنتخب، رئيس الاتحاد صرح وقال علامات استفهام على بعض الشركات، من يكرم المنتخب يضيف له وليس لغيره، توقعنا حضور كبار الرعاة ولكن للأسف سنعيد النظر مع البعض ولدينا عروض خارجية. ننتقل إلى صحيفة العرب ونتابع منها المقال التالي. عنوان المقال يقول استفهامات حول غياب كبرى الشركات بقلم علي عيسى رشيد، والذي تحدث عن الشركات الغائبة عن تكريم أبطال آسيا قائلا لم تقدر السعادة التي خلفها الأدعم على الشعب القطري والمقيمين، وأضاف نقف مع رئيس الاتحاد في تساؤلاته عن إحجام الشركات الكبيرة عن تكريم أبطالنا. تعجبنا حقيقة لغياب شركات وطنية كبيرة عن القيام بدورها في هذا الأمر، منها من ذكرها سعادة رئيس الاتحاد في حفل التكريم أمس، وهناك شركات أخرى لم يذكرها، ولكن كان الواجب يحتم عليها أن ترمي بسهم في هذا الأمر، لأن ما حققه المنتخب يعد إنجازا غير مسبوق، وتكريمه يعتبر واجبا على هذه الشركات التي نراها تتسابق للمشاركة في فعاليات رياضية محلية أقل قيمة مما حققه الأدعم، وكان الأولى بها أن تقدر هذا الإنجاز والسعادة الكبيرة التي خلفها على كل الشعب القطري والمقيمين، والذين رأيناهم يعبرون عن فرحهم بكل عفوية وهم يتابعون مباريات المنتخب بحماسة كبيرة ويدعون له بالفوز ويفرحون لإنجازاته ويستقبلونه في كورنيش الدوحة بعد تحقيق الإنجاز ويحتفون بلاعبيه في أي مكان ذهبوا إليه. جولة جرائد تصل إلى محطة الشرق، ونبدأ مع تصريحات رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم. متى نكرم المنتخب إذ لم يتم تكريمه الآن؟ بعيدا عن عالم كرة القدم نتابع من صحيفة الشرق الخبر التالي. اليابان تشارك لأول مرة والجماهير مدعوة للحضور اليوم، تحدي كبير في مهرجان سيفي سمو الأمير. الختام سيكون مع المقال التالي من ملحق الشرق الرياضي. عوار قلب بقلم مرشد الشعر الذي انطلق من خسارة الغرافة أمام ذبهان الإيراني آسيويا ليؤكد أن الفريق يعاني
وأن الجمهور في حزن شديد على حاله. عوار القلب هذه المرة ليس عصيرا كما نعرفه، ولكنه عوار قلب الجماهير الغرفوية على ناديهم ومكوناته ليست فاكهة، ولكنها إدارة الفريق والمدرب واللاعبين، ليكون الناتج كوكتيلا من الألم والحسرة تتجرعه جماهيرهم. فقد طفح كيل جماهيركم وعشاقكم لحال فرقتهم المزرية طوال السنوات الثمان الماضية، ليكون الحزن هو سمة جماهيركم الدائمة والفرح دخيلا عليهم، وأضحوا محل شفقة الآخرين يكسرون خاطرهم. وكيف لا والفريق خسائره بالجملة بالستة والسبعة والثمانية، وللأسف لا حراك والعلاج فقط مجرد مسكنات ظاهرية، والمرض ما زال موجودا كامنا في أوصال البيت الغرفوي. جولتنا على الصحافة القطرية انتهت، نتابع قراءة باقي الصحف العربية والبداية من الكويت ونقرأ من جريدة الوطن. القانون منح الجمعية العمومية السلطة في تحديد الشروط وكذلك الإجراءات الأولمبية الكويتية لحق إشرافي لهيئة الرياضة في قيد العضوية، نهيب بالأندية الاطلاع بمسؤولياتها في الإشراف على الانتخابات والتعاون الصادق مع طالبي العضوية. هيئة التحكيم الرياضي هي المختصة في حال وجود نزاع حول قيد العضوية الجديدة وسداد رسوم الاشتراكات السنوية. هكذا ما تمت كتابته في هذه الصحيفة. نبقى في الكويت ولكن هذه المرة مع جريدة الراي ونقرأ. الكويت المتصدر يخشى مفاجآت الفحيحيل في افتتاح الجولة 14 من دوري فيفا الممتاز اليوم. القادسية وكاظمة مواجهة تحديد المصير. من الكويت نذهب إلى عمان والبداية من جريدة عمان ونقرأ فيها. الحسم في اجتماع مجلس الإدارة، تجمع مارس والمشاركة في دورة دولية يعجلان إنهاء ملف المدرب. وعنوان آخر يقول الأولمبية تدرس خطط الاتحادات لطوكيو 2020. مستمرون مع صحافة عمان ولكن هذه المرة مع جريدة الرؤية ونطالع. الهولندي أروين كومان مدربا للأحمر لموسمين. في التفاصيل قالت الجريدة إن الاتحاد العماني لكرة القدم استقر على اختيار الهولندي أروين كومان لقيادة الأحمر العماني خلال المرحلة القادمة ولمدة موسمين. جولتنا العربية مستمرة، نصل الآن إلى المحطة العراقية ونقرأ من جريدة المدى. قمة كروية ملتهبة بين القوى الجوية والطلبة، السفانة تخشى السقوط في فخ أمانة بغداد. ومن نفس الصفحة كذلك درجال صرح وقال هدفنا إلغاء نتائج انتخابات الكرة وتأسيس قاعدة متينة للعبة. نجم الكرة العراقية السابق عدنان درجال قال إنه تلقى رسالة من محكمة كاس الدولية تفيد بأنه سيتم عقد جلسة الاستماع للقضايا الثلاث والمرفوعة بشكوى منه والمعترضين معه ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم بخصوص انتخاباته التي جرت يوم 31 من مايو 2018. نبقى في العراق لكن هذه المرة مع جريدة الملاعب ونطالع. متخصصون سلوفيني يحتاجوا إلى الصبر وتبريراته منطقية. عادل نعمة كاتانيتش واقعي والتغيير طرأ على الفريق. أما أحمد عبد الجبار فقال على الاتحاد إجبار المدرب على متابعة كل المباريات. علي وهاب من جهته المدير الفني للمنتخب صرح هو كذلك استفاد من درس آسيا، هو وقال أن المنتخب هو الذي استفاد من درس آسيا. من العراق نذهب إلى سوريا، نفتح جريدة الثورة ونتابع منها مقالا حمل العنوان التالي: ادعموا خياركم. يامن الجاجة الكاتب في الجريدة تحدث عن استقرار اتحاد الكرة السوري على اختيار مدرب وطني للمنتخب خلال المرحلة القادمة وهو فجر إبراهيم، وطالب الكاتب بدعم الاختيار من أجل تكوين منتخب قوي، وإلا فإن الخيبة سترتصم على ملامح الكرة السورية من جديد على حد قول الكاتب.
بالتأكيد ودون أي خلاف، فإن مشكلة منتخبنا لم تكن فنية بصورة بحتة، وهي ذات أبعاد إدارية، لكن التجربة أثبتت أننا وفق العقلية السائدة ووفق الأسلوب الذي يتم من خلاله التحكم بكرتنا والإمساك بخيوطها، فإن ما يناسب واقعنا هو المدرب الوطني. المطلوب من الاتحاد هو أن يدعم اختياره ويتبناه ولا يتصرف مع هذا الاختيار بتردد، ونحن إذ نقول ذلك فإننا نقصد أن يتم تأمين كل متطلبات نجاح المنتخب تحت قيادة المدرب الوطني كما كان الحال تحت قيادة المدرب الأجنبي، دون أن يكون هناك تباين في العطاءات واختلاف في التجاوب مع ما يريده الجهاز الفني للمنتخب تبعا لاختلاف هوية مديره الفني سواء أكان وطنيا أم أجنبيا. إلى الأردن ونفتح جريدة الرأي ونقرأ فيها. الأسبوع 14 من دوري المناصير ينطلق اليوم نقاط من العيار الثقيل، إذن تبدأ اليوم منافسة الجولة 14 من الدوري الأردني للمحترفين بمباراتين تجمع الأولى بين فريقي الحصين مع الجزيرة والأهلي أمام ذات راس. نصل في جولتنا العربية إلى المحطة اللبنانية ونقرأ من جريدة الأخبار. سوني السعد توقيع مع نادي الأنصار كان خيارا صائبا، طريقة لعب المنتخب الدفاعية لم تسمح لي بإبراز قدراتي، إيقاع الدوري اللبناني سريع لكن المشكلة في الملاعب، من حق اللاعبين أن يلعبوا على أرضية صالحة وكذلك من حق الجمهور أن يتابع مباريات على أرضيات جيدة. نبقى في تونس لكن هذه المرة مع جريدة الصحافة ونقرأ فيها. الكوكي يجدد العهد مع الهلال السوداني والليلي يعود لتدريب الجزيرة الأردني. من تونس نذهب إلى المغرب ونقرأ أهم عناوين غلاف جريدة المنتخب الصادرة صباح اليوم. اللقب من الوداد يقترب، حيث ابتعد فريق الوداد بصدارة الدوري المغربي وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه فريق الرجاء ليصبح المرشح الأول للفوز بالدوري. عنوان آخر في نفس الصفحة في كأس الكاف، الرجاء البيضاوي ونهضة بركان، المتعة والإثارة بالضمان، وأمام أوتوديو فوز حسنية أكادير مطلب الجماهير. مستمرون مع المنتخب المغربي ونتابع مقالا بعنوان الحل الورطة بقلم المهدي الحداد الكاتب في الجريدة، والتي تحدث عن قرار الاتحاد المغربي لكرة القدم بتطبيق تقنية الفيديو الفار، مؤكدا أنها لن توقف المشاكل التحكيمية في الكرة المغربية. المسؤولون المغاربة والأندية والجمهور من عشاق التظلم والشكاوى ظالمين أو مظلومين، منتصرين أو منهزمين، والفار لن يزيدهم إلا حدة في الانتقاد وسيجعلهم يطالبون بالفيديو في كل لقطة ومحاولة وهدف مشكوك أو غير مشكوك في صحتهم، لأنهم لا يتقبلون قرارات الحكام ولا يثقون سوى في الكاميرات. الشيء الذي يعد بلخبطة واختلاط واحتقان أكبر سيخنق بلا شك القضاء وسيحد من صلاحياتهم وسيقلل من قيمتهم وسيضعهم سجناء هذا الفيديو الحل والورطة. إلى الصحافة الإيطالية وتداعيات خسارة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري الأبطال. نتابع الآن ماذا كتبت. أليجري واثق من الريمونتادا ويقول بإمكاننا العودة في النتيجة. نقلت الصحيفة تصريحات أليجري مدرب اليوفي والذي قال بأن فريقه لا يزال يمتلك فرصة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة المخيبة أمام أتلتيكو مدريد، وأضاف أليجري هم يلعبون بنفس الطريقة ونجحوا في إلحاق الخسارة بنا في الركلات الثابتة، لم نكن مستعدين لكن لا يزال بإمكاننا التأهل للدور ربع النهائي من البطولة. إلى صحيفة موندو ديبورتيفو أجواء مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس واستفزازات جماهير أتلتيكو لرونالدو.
رونالدو بالإشارة حققت 5 ألقاب وأتلتيكو 0. الصحيفة قالت بأن كريستيانو رونالدو رد على الهتافات الاستفزازية لجماهير أتلتيكو ضده بإشارة بيده للجماهير كان يقول فيها بأنه فاز ب5 ألقاب وأشار بعلامة 5 وعلامة 0 في إشارة لعدم فوز أتلتيكو ولو بلقب واحد. وقالت موندو بأن الاستفزازات لم تكن في محلها ورونالدو كان في غاية الاستياء واستعاد ذكريات الماضي في هذا الملعب بالذات. الموندو في حديثها عن مباراة أتلتيكو ويوفنتوس قالت بأن النادي المدريدي قدم مباراة بطولية. فوز الأتليتي هل هي الضربة القاضية ليوفنتوس وكريستيانو رونالدو؟ الموندو الكتالونية أشادت بأداء أتلتيكو ورفعت قبعة احترام للاعبين وقالت قد يكون هذا الفوز ضربة قاضية لأمال يوفنتوس ورونالدو الذي يطمع في لقب سادس. صحيفة ماركا تناولت أيضا ردة مواجهة كريستيانو ورونالدو مع جماهير أتلتيكو مدريد. كريستيانو رونالدو ليس بعيدا عن الضربة القاضية في دوري الأبطال. الصحيفة نشرت صورة للنجم البرتغالي وهو في حالة هستيرية من الغضب بعد خسارة فريقه أمام الفريق المدريدي. وقالت ماركا بأن رونالدو قضى أمسية حزينة جدا، فهو لم يحرز هدفا ينقذ به الفريق من الضربة القاضية، ثم واجه جماهير حاقدة هتفت له هتافات مؤذية. واعتبرت ماركا ما بدر عن تلك الجماهير خروجا عن النص. إلى فرنسا وفي صحيفة ليكيب أصداء مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه. كيليان مبابي يطالب رابطة المحترفين باحتساب هدف لمصلحته. تقول الصحيفة إن الهدف الرابع الذي اصطدمت فيه الكرة بمدافع مونبلييه هيلتون إثر تسديدة كيليان مبابي لم يتم احتسابه لباريس سان جيرمان. مبابي خاطب الرابطة وطلب باحتساب الهدف لمصلحته. اللاعب في غياب نيمار وكافاني أصبح هدافا للدوري برصيد 20 هدفا. إلى صحيفة لو باريزيان ومتابعتها لمراحل علاج نيمار لاعب باريس سان جيرمان. نيمار يغادر البرازيل لمواصلة العلاج لمدة 10 أيام. لو باريزيان قالت بأن نيمار غادر إلى البرازيل بعد أن حضر مباراة فريقه مع مونبلييه. نجم باريس سان جيرمان سيواصل علاجه ولكن هذه المرة في بلاده تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل. إلى الصحافة الإنجليزية وفي صحيفة ذا سان، ساديو ماني نجم ليفربول يتلقى خبرا غير سار بعد مباراة بايرن. ماني يتلقى خبر السطو على منزله بعد مباراة البايرن. تقول الصحيفة لم تتوقف خسائر ساديو ماني مهاجم ليفربول عند حدود التعادل في معقل الريدز أنفيلد رود أمام بايرن ميونخ بدون أهداف بذهاب ثم النهائي دوري الأبطال، وإنما خرج من الملعب ليتلقى خبرا سيئا جديدا وهو تعرض منزل النجم السنغالي لعملية السطو. الإيطالي ساري مدرب تشيلسي يقع تحت ضغوطات شديدة بسبب تراجع نتائج البلوز، وصحيفة ذا سان فتحت ملف خلافة المدرب. موريزيو ساري تحت قصف ناري. الصحيفة كتبت بأن أيام الإيطالي باتت معدودة على رأس البلوز بعد خسارة الكاس أمام يونايتد، وأشارت بأن إدارة البلوز بدأت في رحلة البحث عن البديل، ويظهر على الصورة الفرنسية زيدان والإنجليزي فرانك لامبارد إلى حد الآن في المشهد لتأمين الخلافة. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. الموعد بحول الله يتجدد غدا، مواضيع مميزة. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.